بس المشكله ايه اللي حصل من البدايه؟ المشكله ما انت عارفاها الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 9 و10 واللي جالسه ما دخلتش. مين اللي قال الكلام دوت؟ العيال هيخشوا متوتر ولا لا؟ وكل مره على كده اهو تالت مره. اول يوم كان كده وادي تاني يوم النهارده وعربي النهارده ثلاث ساعات لما يخرج منهم ربع ساعه لحد دلوقتي لسه ما دخلوش العيال لحد دلوقتي. ازاي يعني الكلام ده؟ وبيعوضوا لهم الوقت اللي هم عوضوا. ما حدش عوض حاجه. مين هيعوض حاجه؟ هو بعد دلوقت هيستناه. مين يعني مشكله اللجان وفتح باب ابواب اللجان؟ هو المفروض النهارده ماده اساسيه، يعني المفروض كانوا يدخلوهم قبل ميعادهم بشويه، مدخلينهم الساعه 9 و10 دخلوا الامتحان ده، لسه كمان لسه ما استلموش الورقه، يعني عقبال ما يستلموا الورقه شوفي هتبقى الساعه كام. طب ما حرام دوت، ما هو ده من وقت عيالنا، ما هو الوقت مش هيكفيهم. وبعدين يعني العيل اصلا متوتر لوحده، اما يطلع الامتحان عقبال ما يقعد تيجي له الورقه والتوتر، وطبعا اصلا قبل الوقت ما بيخلص بيقعدوا بقى يفكرون كل شويه الساعه كذا الساعه كذا عشان خاطر الامتحان، بيفكرون بالميعاد. طب ما هو العيل متوتر لوحده وداخل مدخلينه متاخر، يعني على الاقل لو دخلوهم حتى 9 الا ثلث يعني العيل هيلحق يطلع يقعد في الديسك بتاعه، يلحق يقعد يفكر يهدى كده يقرا قران قبل ما الورقه تجيله. لكن لما يطلع العيل مستعجل او متاخر عن الامتحان يرضي ربنا يعني. وحصلت في كذا امتحان ولا النهارده بس؟ لا هو النهارده بس، الامتحانات اللي فاتت مش متضافه على المجموع، فهم بالعكس كمان يعني كانوا مخلين اللجان كويسه، بس النهارده بقى ربنا يسترها معاهم، ربنا معاهم يا رب. فنستنى بس لما يخلصوا الامتحان ونطمن ربنا يجيبها خير ان شاء الله. Thank you.